أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الرابعة من الأيقونة. ضيف حلقتنا اليوم الشاعرة المتألقة أحلام الدويني في ديوانها أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن، فكونوا معنا. أهلا بك أستاذة أحلام الدويني في الأيقونة. في البداية، من هي أحلام الدويني؟ السلام من الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. في البداية أشكرك يا أستاذ فاروق على هذه المقابلة في برنامجكم الرائع الذي يهتم بالأدباء، برنامج الأيقونة. اسمي أحلام محمد حمود قاسم الدميني، من مواليد 1982، الأول من شهر إبريل، خريجة تخصص لغة إنجليزية كلية التربية جامعة صنعاء عام 2012 للميلاد بتقدير جيد جداً، وخريجة تخصص مخبري أسنان كلية الجزيرة عام 2009 للميلاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، أم لولدين عبد الله وإبراهيم، مطلقة خلان. أستاذ أحلام، كل مبدع وفنان وكاتب يتأثر بطفولته أو مرحلة الطفولة تؤثر في إبداعه، ما علاقة مرحلة الطفولة بما تكتبين؟ في الحقيقة مرحلة الطفولة هي من أجمل المراحل التي يعيشها الإنسان، والأجمل من ذلك أن يعيش مرحلة طفولته كما يحب ويرغب. بالنسبة لي أنا استمتعت بمرحلة طفولتي جدا، وما زالت يعني تلك الضحكات والمغامرات والألعاب تعيش داخلي، وما زلت أتذكرها بكل حب. ودور الأهل يلعب دورا كبير في نمو وتقوية شخصية الطفل، وجعله ينمو وينشأ شخصية مستقلة معتمدة على نفسها وعلى ذاتها، لا تغريه يعني لا يغريها الحب المزيف، لا يغريه المصالح المزيفة، لا يشعر أبدا بالنقص إذا خذله أي شخص آخر أو بالاحتياج. أتذكر أني كنت في الصف الأول، وكانت في الأيام الأولى من مرحلة الدراسة، طلب منا الأستاذ في ذلك الوقت بعد أن انتهى من شرح الدرس أن نكتب الدرس، وبعد الانتهاء من كتابة الدرس ذهبت إحدى الطالبات إليه من أجل أن يشيك لها الدرس، وبدأ الفصل بإقامة الفوضى، فقام الأستاذ غاضبا بعد أن ذهبت إليه تلك الطالبة وأعطاها كف، وكان متعصب جدا. فعدت إلى البيت ووجدت أبي وأمي يحتويني بكل حب، فرحين بابنتهم المجتهدة بكل رحابة صدر وبكل حب. فتساءلت كيف بذلك المعلم أن يقوم بضرب طفلة؟ كيف بذلك الرجل الكبير الذي يأتمنه المدرسة والمجتمع والأهل يقوم بضرب تلك الطفلة، ولم يستطيع أن يحتوي تلك الطفلة بكل حب كما يعطي أبي دون انتظار المقابل؟ بعد تلك اللحظة قررت أن أجتنب وأبتعد عن أي شيء يؤذي المشاعر الإنسانية، وأن أنظر نحو الآخرين بكل حب، وأن أكتب عن كل شيء بكل حب. أستاذ أحلام، كل كاتب ومبدع تكون له بداية، بالنسبة لك متى وكيف كانت بدايتك الأدبية أو بدايتك في الكتابة؟ في الحقيقة كنت من أذكى الطالبات في المدرسة، وكانت علاقتي مع صديقاتي يعني كان فينا روح المنافسة، وكان يعني كنت إما الأولى أو الثانية، وكان الفارق بيننا نصف درجة بين الأولى أو الثانية، فمرة كنت الأولى ومرة كنت الثانية وهكذا. فكان العلم يعني يسري في عروقي وما زال، وكانت علاقتي بالورقة والقلم علاقة حميمة وقوية جدا، وكان عالمي الوحيد هو المدرسة. يعني كنت أقول يعني أريد أن أكون يعني مبدعة، أريد أن أكون مخترعة، أريد أن أكون مكتشفة، لن أنهل العلم إلا من هذا المكان. لم أكن أعلم أن أيضا هناك عالم آخر غير عالم المدرسة. فكانت صديقاتي يذهبن إلى تعلم الرسم، تعلم الخط. بالنسبة لي كان خطي يعني بالفطرة جميل، وكنت أقلد الكتاب المدرسي. أما بالنسبة للرسم كنت يعني أنقل ما أشاهده من التلفاز، أفلام الكرتون كالكابتن ماجد، أوسكار، وغيره. فكنت أرسم في الدفتر وفي أيضا على جدران المدرسة. لم أكن أرضى أبدا أن أجعل أي شيء يلهيني عن الدراسة،
كان هو عالمي الوحيد المدرسة، إلى أن أتى في يوم من الأيام وكنت في الصف السادس وكان عمري 12 عاما. بدأت باصطحاب الورقة والقلم بكل حب، وبدأت بالفضفضة والكتابة، فكتبت قصة طويلة كانت تتراوح بين 8 إلى 10 صفحات. كانت تتكلم القصة عن قصة كاترينا، ولا أدري إلى أين ذهبت هذه القصة حقيقة حاليا. ثم تزوجت وعمري 14 عاما، وكنت في الصف الثامن عام 1997 للميلاد. حينها أهملت الكتابة جدا، ودخلت في مشاكل كثيرة وعوائق وصعوبات، حتى أتى عام 2009 وكنت في السنة الأولى من تخصص لغة إنجليزية. حينها بدأت بتدوين كل ما أكتبه من المقالات والشعر والأدب، وبدأت بالكتابة بعقل نظيف ونبض سليم، وأخذتني حب الكتابة إلى الفضول والمعرفة ومصاحبتها مع مشاعر مازوشية الهواء. فبدأت بكتابة أول قصيدة نثرية عام 2009، وكان اسمها قصيدة وفاء. وبدأت بكتابة أول رسالة أعطيها يعني الكثير من المشاعر في تلك اللحظة عام 2012 للميلاد. أستاذ أحلام، غالبا كل شخص يلاقي تحفيز تشجيع في حياته، وكذلك المبدع. بالنسبة لك أستاذ أحلام، من هم الأشخاص الذين شجعوك للكتابة أو في مسيرتك الأدبية؟ بصراحة أنا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر أحلام الدميني، لم يشجعني أحد، والفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أنا إلى أحلام الدميني التي تعبت معي جدا وأرهقتها جدا وتحملتني جدا في كل شيء، وتحملت طبعي وعصبيتي وكل شيء فيني. كانت أمي وأخواتي وإخوتي يعلمون يعني جيدا أني أحب كتابة الشعر والمقالات. بالنسبة لوالدي لم يكن يعلم بخصوص يعني اهتمامي بالأدب، ليس لأنه سوف يمنعني، لا بالعكس، أبي لا يمنع أحد عن فعل أي شيء هو يرغب به، إنما أبي يريد أن يعني تخبره عن شيء قد تم. وإذا أخبرته أنا عن موهبتي في كتابة الشعر والأدب والمقالات، بيقول لي طيب ما هي إنجازاتك المحسوسة والملموسة؟ فبعد أن كتبت يعني مجلدي الديوان الشعري أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن، يعني الذي أخذ مني وقت 6 أعوام، وتم تنسيقه وإعداده والبحث عن متبرع يتكفل بطباعة الديوان أيضا عام آخر، بعد الانتهاء من هذا كله طرقت على أبي الباب وعطيته نسخة من الديوان، فأعجب به إعجابا شديدا شكلا ومضمونا، وأصبح الآن يطالبني بإصدار الديوان الثاني. ديوان أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن، والذي أعتبره شخصيا 3 دواوين مجموعة في كتاب واحد، تحدثت فيه عن الرجل وعن المرأة، وكان هناك علاقة بينهما. من هو الرجل في نظرك، ومن هي المرأة الاستثنائية أستاذ أحلام؟ بعيدا عن الديوان، بنظري الرجل بشكل عام هو من يتقي الله سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله، ويتصف بالصبر والصدق، فرجولة بلا صدق ولا صبر ليست رجولة. فالصدق يجعل المرأة تشعر بالأمان، بالاستقرار، بالأريحية، بالسكينة، بأنها ضحت عمرها وحياتها ونبض قلبها من أجل الرجل يستحق، صادق معها في سيرته، صادق معها عن خصوص ما يتعلق بأهله، صادق معها بأقواله وأفعاله. وأيضا الصبر، فرجولة بلا صبر ليست رجولة. فالرجل الذي لا يصبر على تربية أطفاله، لا يصبر على البحث والسعي وراء لقمة عيشه وتوفير لقمة العيش يعني لأسرته وتوفير الأمان، الرجل الذي لا يصبر على جهل زوجته ويعلمها ويثقفها حتى تفهمه أكثر، فليست من الرجولة في شيء. فالصبر والصدق واتقاء الله سبحانه وتعالى في جميع أفعالنا وأقوالنا تجعل من الرجل حكيم متفهم للحياة الزوجية والحياة العلمية والعملية. فالرجل هو رب الأسرة، وهو المسيطر، ولديه كل الخصوصيات فيما يتعلق بتكوين هذه الأسرة
بشكل يعني تكوين هذه الأسرة بروابط قوية، لأنه رب هذه العائلة، وهو من يجعل هذه الأسرة تنشأ نشأة قوية تخدم المجتمع وتخدم الوطن بكل حب. بالنسبة للمرأة، المرأة الاستثنائية هي التي تعرف قدر نفسها وتعز وتحترم نفسها وترى إلى نفسها بأنها شيء عظيم. إلى جانب ذلك، هي تلك المرأة التي تتصف 60-70% من الرومانسية والحب والأناقة والنعومة وجمال الروح والصبر والذكاء والاحتواء والعاطفة، و30-40% من العزيمة والصبر والقوة. فكلما اتصفت المرأة بتلك الصفات، كلما وصلت إلى هدفها بكل سهولة ويسر ودون أي تعب أو إرهاق. أستاذ أحلام، كونك خريجة تربية لغة إنجليزية، ما علاقة تخصصك العلمي بمجالك أو بالمجال الأدبي ومجال الكتابة؟ أتذكر قبل عامين أني نزلت منشور في صفحتي في الفيسبوك، وقلت فيه: الثقافة هي أن تعرف شيء عن كل شيء، والتخصص هو أن تعرف كل شيء عن شيء. وأنا خريجة مخبري أسنان، والتخصص المخبري الأسنان يحتاج إلى إحساس عالي من الفنيات، حيث تقوم بتشكيل والتلوين وصنع الأسنان حتى تصل بالنهاية بأن ترسم أجمل ابتسامة ليصنعها المريض. هذا يجعل المريض يشعر بالتفاؤل، بحب الحياة، بالجمال والسعادة. وأيضا تخرجت من تخصص اللغة الإنجليزية. في اللغة الإنجليزية نتعرف فيها على الثقافة والأحاسيس الغربية، فقد درسنا فيها عن مسرحية شكسبير، عن الشعر الغربي في العصور القديمة وبلهجتهم العامية أنذاك. أخذنا أيضا درسنا روايات إنجليزية كرواية Great Expectations للراوي أو للروائي تشارلز ديكنز. كل هذه المعلومات في مجال اللغة الإنجليزية تجعلنا نتعرف على الأحاسيس والمشاعر والثقافة الغربية. بمعنى، جميع التخصصات مهما اختلفت في اتجاهاتها، فإنها كلها تحمل مشاعر وفنيات راقية جدا تخدم النفس البشرية. ديوان أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن، والذي لاقى صدى كبير في المستوى الأدبي وعند القارئ. ما هو ديوان أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن؟ أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن هو لوني وإحساسي وتجربتي وأسلوبي الشخصي الفردي، البحث بالفطرة والإلهام الرباني. لم أقرأ لأحد ولم أتأثر بأحد، ولا يعني ذلك أني عندما أقول لم أقرأ لأحد، هنا أقصد أني لم أقرأ لأحد كتابا، كان شعرا أو أدبا، وإنما نعم قرأت نصوصا ومقالات في الأدب والشعر، ما أراها يعني في الفيسبوك أو في الواتس، لكن ككتاب لم أقرأ لأحد ولم أتأثر بأحد إلا بتجربتي أنا التي مررت بها. هو يحاكي جوهر الروح البشرية، ويلامس الجمال كما تلامس قطرة الندى قلب وردة. هي أبجديتي المتفردة بي، أبجدية أحلام الدميني، المزدحمة بمشاعري، أعيش فيها بكل أناقة وذوق ونبض لا يخلو من روح العشق والتوحد الرومانسي الذاتي، معجونة بماء الوجد الصوفي. أرسم فيها صورا تأخذك إلى غيبوبة محددة، وموت مؤقت يتماهى مع الخيال الساحر على جسد الورق. ولكل فعل ردة فعل نقلتها عني وعن الآخر الذي هو الرجل، بكل صدق وشفافية ووضوح.
من يقرأها بلسان التذوق الحسي والفكري يشير ببنانه أنها أبجدية أحلام الدميني. أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن هي روحي تفرقت إلى أجزاء بعد أن انتزعت انتزاعا من الجسد، وما أدراك ما سكرات الانتزاع. كيف كان تقبل القارئ لديوان أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن؟ لاقى الديوان الإقبال الكبير من الناس، حتى أني أتذكر عندما خرج الديوان من دار النشر طالب به الكثير من الموظفين الذين كانوا هناك متواجدون، وقالوا لي أستاذ أحلام لو سمحتي اهدينا نسخة من الديوان، فأهديتهم نسخة من الديوان. حتى الحارس تبع دار النشر قال لي يا أستاذ أحلام يعني كذا بتمشي ما بتعطيناش نسخة ونحن يعني نترقب صدور هذا الديوان وخروجه إلى النور، فأعطيت حتى الحارس نسخة من الديوان. وأيضا صاحب التاكسي الذي أخذني إلى منزلي قال لي لا تعطيني أجرة التوصيل، اعطيني نسخة من الديوان، ولكن أهديته أنا نسخة من الديوان مع أجرته أيضا. الديوان شارك في المعارض الدولية، وعلى سبيل المثال معرضي القاهرة والرياض الدوليين، وبيعت أكثر من 150 نسخة في السعودية، وبيعت أيضا النسخ التي شاركت في معرض القاهرة الدولي، وتم توزيع الكتاب في بعض المناطق أو بعض المحافظات اليمنية كمحافظة دمار وإب وتعز وعدن كريتر وصنعاء وإب. اختير من قبل منظمة هيومن لايف للتنمية ديواني أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن في اليوم العالمي للمرأة، وقد تم تكريمي على ذلك شهادة شكر وتقدير. وأيضا وجهت إلي دعوة من محافظة دمار ممثلة برئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة دمار الأستاذ عبد حودة، ورئيسة نادي القصة أيضا في دمار الأستاذة الكاتبة والإعلامية نبيها محذور، والمدير العام للمكتب الثقافي أيضا في محافظة دمار الأستاذ محمد العمري. ولقد عانقت كل حرف من ديوانك، ولقد شددتني أكثر إلى صوفيتك، لقد ذكرتني بنزار قباني مرورا بسحر خليفة وأحلام مستغانمي، لقد ذكرتني بإيليا أبي ماضي، ولقد ذكرتني بالمتنبي نفسه، ولقد عرشتي على البردوني. يا لثقافتك، إنني لا أقول ذلك مجاملة، ولكنني أقوله عن قراءة ثاقبة ممعنة النظر في حروفك الأنيقة. فيا لأناقتك أيتها الشاعرة الفيلسوفة، أكررها بكل صدق وإصرار، وأرحب بك ألف مرة في مكتبنا أو مكتبتنا التي تحتفي بك احتفاء أرجو أن يليق بك، وشكرا لك. وأحتفل بديواني وتم تكريمي أيضا بشهادة شكر وتقدير، وأنا ممتنة لهم جدا. وهناك أيضا جهات أخرى وجهت لي بالاحتفاء بديواني، وإن شاء الله يعني نلبي الدعوة لذلك. والكثير من المعجبين بالديوان يطالبوني بتوفير الديوان يعني خارج اليمن كالكثير من الدول العربية، وأيضا هناك بعض العرب المقيمون في بعض الدول الأجنبية يطالبوني أيضا بتوفير الديوان في أمريكا وألمانيا وماليزيا وتركيا والهند وغيرها. وأيضا يعني حصلت على العديد من الهدايا من بعض المعجبين بالديوان، منها ما نشرت عنها ومنها من لم أنشر عنها، كعطر الأحلام الذي تم إهدائي إياه، وتم أيضا إهدائي يعني بعض الهدايا التي تتجاوز 800,000 كالعطورات والعود والإكسسوارات وبعض الذهب وبعض الإهداءات كشهادات تقديرية. وأيضا هناك إهداء أيضا من أحدهم بما يقارب النص المليون من مكسرات وأيضا وعطور وأشياء كثيرة. فهذا يدل على أن الكثير يعني حبوا الديوان، وأنا سعيدة بذلك. والطبعة الأولى قاربت للنفاذ، وإن شاء الله خلال الشهرين القادمين سيتم إن شاء الله إصدار الطبعة الثانية للديوان أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن، وتوفيره في مختلف الدول العربية والأجنبية إن شاء الله تعالى. هناك جانب صوفي واقتباسات من القرآن الكريم في ديوان أبجدية امرأة في الحب،
إلى رجل يقرأني الآن. ما سبب هذا التناسق والتماسك وهذه الشخصية الصوفية التي وجدناها في ديوان أبجدية امرأة في الحب إلى رجل يقرأني الآن؟ هناك شاعر قديم وأعتقد أنه يعني من شعراء العصر العباسي قال: علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا. وقال أيضا المتنبي: ابن جني أعرف بشعري مني. فالملامح الصوفية والاقتباسات القرآنية والطناس في ديواني هذه نجعلها للنقاد يدرسونها ويحللونها. شعراء كبار وفنانين منهم الدكتور عبد العزيز المقالح والأستاذ الكبير عبد الباري طاهر، وكذلك الدكتور قائد غيلان، وكذلك الفنان الكبير أيوب طارش، مدحوا إبداعك وموهبتك وديوان أبجدية امرأة في الحب. ما رسالتك إلى المبدع والفنان اليمني؟ أنا سعيدة جدا وأتمنى أن أكون يعني عند حسن ظنهم بي دوما. بالنسبة للمبدع اليمني ورسالتي إليه، هي رسالة إلى كل مبدع كان يمني أو عربي أو أجنبي. باختصار، إذا كانت هناك يعني موهبة حقيقية وحاول الشخص نفسه أو الآخرون يعني إخفاء هذه الموهبة بسبب ظروف معينة أو أسباب خاصة، فإن جميع هذه الوسائل سوف تنتهي بالفشل، لأن بالنهاية الموهبة نفسها سوف تظهر نفسها يعني عاجلا أم آجلا، ولن يستطيع أحد إخفاء هذه الموهبة مهما كان، حتى لو كان الشخص نفسه هو يريد أن يعني يقوم بعمل إخفاء موهبته. فإن كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى من خلال آثاره فيك وفي الكون وأنت لم تره، فكيف لا تؤمن بنفسك وهي صادقة معك وأنت تصدقها وتعرفها؟ وإيمانك بنفسك وعدم تشكيكك بها هو يعني جزء من إيمانك بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وحسن ظنك به. والله سبحانه وتعالى لم يطالبنا أبدا بالنتيجة، فأمر الأنبياء وما عليك، أمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وما عليك إلا البلاغ، لم يطالب الرسول صلى الله عليه وسلم بهداية الجميع. قال له الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى الإنسان أن يسعى ويجتهد والنتيجة من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو الخالق، فلماذا أنت يعني تستعجل للوصول إلى هدفك بأوقات وجيزة؟ وما المشكلات إلا تحديات، وما على الإنسان إلا أن يتجاوز هذه التحديات، فالمشاكل والتحديات تعمل على صقل شخصية الإنسان وتقويته وامتلاكه الكثير من الخبرات. أيضا الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومهما واجهت من صعاب أو مشاكل فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاك القدرة الكافية على تجنب كل الصعاب والمشاكل التي تواجهك. وأيضا ما أود قوله أن الإنسان كان امرأة أو رجل هو المشروع بحد ذاته وليس عمله هو المشروع، وأن تعمير الأرض يتم بواسطتك أنت وليس تعميرك بواسطة الأرض. وعقل الإنسان على حسب ما يبرمجه ويمارسه، فإن كنت تمارس في عقلك الكلمات التي يقولها عنك الآخرين بأنك فاشل وأنك متخلف وأنك مجنون وأن لا فائدة منك، فإنك سوف تظل في مكانك لا فائدة منك وستعيش حياة بنكاء. فأيضا الكون قائم على التضاد، الشيء وضده، هناك الحزن هناك الفرح، هناك الامتنان هناك التدمر. فالإنسان الإيجابي ينظر إلى الأشياء الإيجابية ويتجنب الرؤية السلبية. فكلما قمت بإظهار الطاقات الإيجابية كلما كان هناك ذبذبات إيجابية منك للآخر، وكان هناك جذب للآخرين نحوك، وأظهرت إبداعك وضوءك الذي لا يراه المبصرون والذي أدركته أنت ببصيرتك التي لا ترى. في النهاية أعزائي المشاهدين، نشكر الأستاذة القديرة الشاعرة أحلام الدميني على قبول الدعوة، ونشكركم على حسن المتابعة. انتظروني في حلقة قادمة،
من الأيقونة. أنا فاروق رزاز، في أمان الله.